مدينة من السماء. زيارة العائلة المقدسة إلى جبل أسيوط درونكا. هروب العائلة المقدسة كما ورد في إنجيل متى الإصحاح الثاني: إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبية وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. فقام وأخذ الصبية وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاته هيرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. وهكذا باركت العائلة المقدسة مصر. وهنا نذكر قول الوحي الإلهي: مبارك شعبي مصر. ويؤكد ممر البابا ثاؤفيلوس بأن العائلة المقدسة في ختام رحلتها في أرض مصر سارت جنوبا ناحية البحر أي النيل إلى مدينة أسيوط، حيث يوجد مرسى للسفن يقلع منه أهالي المنطقة والمناطق القريبة، حيث استقلت مركبا كما ورد في الكتاب الذي أصدره دير ماري جرجس للراهبات صفحة 108. وعليه فقد عادت العائلة المقدسة عن طريق هذا المرسى إلى أرض إسرائيل. وهنا نذكر للمتنيح مثلث الرحمات نيافة أنبا ميخائيل مطران أسيوط عظته عن ذلك: عذراؤنا وتقليدنا يقول إنها وصلت العائلة المقدسة إلى دير العذراء خلال شهر أغسطس. معنى هذا أن الأرض مغمورة بالمياه وأيام الفيضان، وإلى عهد قريب قبل وجود السد العالي وقبل وجود القناطر كانت المية بتوصل لغاية هناك. الناس اللي في دير العذراء أو الناس اللي في البلاد الموجودة هناك كانوا يسكنون في الأماكن المرتفعة سفوح الجبال، كانت لهم بيوت صغيرة زي العشش أو بيوت الفلاحين البسيطة، المغارة بيقسموها كده قطع قطع، كل واحد واخد حتة فيها يأوي إليها ويضع فيه مقتنياته. من هنا كانت أقرب مكان للمغاير اللي موجودة هناك، ودي أول المغاير الموجودة اللي هناك الكبيرة دي، أقرب سبيل مدينة أسيوط من هنا كمدينة. المسيرة وصلت لغاية مدينة أسيوط ومنها إلى دير العذراء. ويخبرنا التقليد الشفاهي أيضا ما ذكره مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث عن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر في مقاله المنشور في مجلة الهلال في السنة 93 في عدد يناير 1986 في صفحة 57. وقيل أن العائلة المقدسة مرت في رجوعها على جبل أسيوط، المنطقة المعروفة باسم جبل درونكا، حيث بني دير باسم العذراء. وما ذكر أيضا في كتاب العائلة المقدسة بتوقيع قداسة البابا شنودة سنة 2000 بعنوان العودة: العائلة المقدسة بجبل أسيوط الغربي، وفي طريق العودة سلكوا طريقا آخر انحرف بهم إلى الجنوب قليلا حتى جبل أسيوط الغربي، وباركته العائلة المقدسة حيث بني دير باسم السيدة العذراء مريم يقع على مسافة 8 كيلومترات جنوب غرب أسيوط. ويذكر المتنيح العلامة أنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات اللاهوتية والبحث العلمي في كتابه عن الدير المحرق في عام 1968 يقول أن العائلة المقدسة بعد أن تلقت في جبل قسقام أمر الملاك بالرجوع إلى أرض فلسطين، قد سلكت في عودتها طريقا قد انحرف بها إلى الجنوب قليلا حتى جبل أسيوط. فهناك تقليد شفاهي يروي
أنها قد اختبأت وقتا ما في مغارة بجبل أسيوط، هي المشهورة الآن بدير العذراء بجبل أسيوط. وقد ذكر هذا الكلام أيضا قاموس الكتاب المقدس، حيث كتب القس جورج خوري الذي اهتم بحرف الميم عن مصر قائلا: ويقول التقليد في الكنيسة المصرية بأن العائلة المقدسة قد زارت مصر العليا ووصلوا إلى درونكا بالقرب من أسيوط. وما ذكرته المستكشفة الإنجليزية إيميليا إدواردز التي زارت مصر في القرن التاسع عشر، حيث كتبت: وقد قيل أن المقابر هنا مثل غيرها من المقابر في بقية أنحاء مصر، قد سكنها المتوحدون المسيحيون الأوائل خلال حكم أواخر الأباطرة. وينسب إلى هؤلاء النساك أن ليكوبوليس، وهي أسيوط حاليا، كانت مقرا لإقامة القديس يوسف النجار والعذراء مريم خلال سنوات الإقامة في مصر. كما يذكر ذلك أيضا الرحالة أوتو مايناردوس في كتابه المسيحية في 2000 عام، إصدار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الطبعة الثانية في عام 1999 ميلادية، في صفحة 226 و227، والذي زار صعيد مصر وكتب عنه قائلا: أسيوط عند سفح سلسلة الجبال الممتدة غربا تقع كنيسة القديسة العذراء مريم على جرف منحدر تواجه الغرب الكهوف الكبيرة والتي كان يسكنها في وقت ما النساك ثم المسيحيون الهاربون من الاضطهاد فيما بعد، ولا تزال أنقاض قرية الكهف درونكا وكنيسة الكهف القديمة دير درونكا للسيدة العذراء مريم مرئية خلال الموسم السنوي من 27 إلى 22 من أغسطس، إحياء لذكرى زيارة العائلة المقدسة لأسيوط. ووفقا للتقاليد الشفهية المحلية، استقرت العائلة المقدسة في أحد الكهوف على المنحدر. ونرى أيضا الاحتفال الشعبي المهيب الذي ليس له مثيل في كل ربوع الكرازة المرقصية أو في العالم أجمع بالسيدة العذراء في ديرها القائم بجبل أسيوط الغربي بدرونكا في شهر أغسطس من كل عام. هذا بالإضافة إلى المعجزات الكثيرة الحدوث والتي ليس لها حصر، والتي يعرفها واختبرها الكثيرون من المسلمين والأقباط في هذا المكان. وكذلك أصدرت وزارة السياحة المصرية كتاباً عن رحلة العائلة المقدسة، وأنها تشمل 25 محطة، من أهم هذه المحطات 8 محطات رئيسية، من بينهم دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي درونكا. والجدير بالذكر أن مصلحة سك العملة المصرية أصدرت في عام 2018 مسكوكات تذكارية عبارة عن 12 عملة عن محطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، آخرهم درونكا. تاريخ الرهبنة في جبل درونكا. وقد ساعد موقع ليكوبوليس أو أسيوط القريب من حافة الصحراء الغربية على انتشار الرهبنة، ومن أشهر هؤلاء القديسين الرهبان الذين توحدوا في تلك المغاير المنتشرة هناك القديس يوحنا التبايسي المتوحد بالجبل الغربي بمدينة أسيوط. والذي عاش في القرن الرابع الميلادي وترحب في وادي النطرون، ثم عاد إلى أسيوط ليؤسس رهبنة في بريتها الغربية، وبنى لنفسه مغارة تبعد حوالي 650 متراً عن المغارة التي أقامت بها العائلة المقدسة بدير درونكا.
سير السيدة العذراء مريم بين الماضي والحاضر. وكما كان دير العذراء ملجأ للعائلة المقدسة في هروبها إلى مصر، وكان منارة للحياة الرهبانية في عصورها المختلفة، كان أيضاً محط اهتمام للرحالة والمستشرقين من جميع أنحاء العالم. فيذكر مثلاً الرحالة والمستشرق الألماني يوهان فان سليب في كتابه تقرير الحالة الحاضرة لمصر في عام 1673 يقول: دير السيدة العذراء مريم المبني على الجبل خلف هذه القرية درونكا. كما يخبرنا كتاب تاريخ بابوات الكرسي الإسكندري من تأليف القمص صموئيل توادروس السرياني والذي طبع في عام 1977 في صفحة 99 عن أنبا ميخائيل أسقف أسيوط، يخبرنا أنه ترحب بدير أنبا بولا وصار مطرانا لأسيوط في عام 1877، أنه كان يقضي معظم أوقاته في دير السيدة العذراء بدرونكا. كما تحدث عن الدير أيضا العالم والمعماري الإنجليزي سومرز كلارك، والذي زار الدير في عام 1901 في كتابه الآثار القبطية في وادي النيل، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب في صفحتي 270 و271. ويذكر كتاب اللؤلؤة البهية في التراتيل الروحية للقمص يوحنا جرجس وجبران نعمة الله الإسكندري في طبعته الثانية من عام 1921 فيقول: كنيسة العذراء بدير درونكا، وهذه الكنيسة منقورة في الجبل الغربي، ويعمل فيها مولد سنوي للسيدة العذراء في 16 من مصر، يحضره كثير من الزائرين. وهذا ما أكده قداسة البابا شنودة الثالث في حديث الذكريات عن زيارته وهو طفل لم يتجاوز 5 من عمره إلى دير درونكا. في فترة التعليم الابتدائي وفترة الطفولة المبكرة أذكر بضعة أمور. الأمر الأول زيارتي لدير درونكا في أسيوط وأنا تقريبا في 5 من عمري، وكانت عائلات بالمئات والألاف تذهب إلى جبل أسيوط هناك لتأخذ بركة السيدة العذراء. وقد جاء ذكر الدير أيضا على لسان قداسة البابا مكاريوس حينما كان نيافته مطرانا لأسيوط في خطابه في عام 1940 إلى الأمير عمر توسون باشا، كتب له يقول: وهذا الدير عبارة عن مغارة كبيرة في منتصف ارتفاع الجبل، وكان يسكنها أهالي الدير، إذ بنوا فيها أبنية غير مهندمة تعلو متران فقط لتفصل بين ساكن وآخر، تاركين فضاء فوق أبنيتهم إلى سقف المغارة. وبجوار هذه المغارة الكبيرة توجد مغارة أخرى مستعملة ككنيسة من وقت أن كان الدير عامرا بالرهبان لغاية الآن. وبجوار الكنيسة كان يوجد بناء يسمونه القصر، كعادة تسمية القصور في الأديرة، لم تزل بقاياه إلى الآن. وفي أحضرة الجبل أي انحداره بنيت كنيسة تستعمل للصلاة، وتركت العليا إلا من مواسم أعياد السيدة العذراء، يصير فيها عيد ويؤمها أناس كثيرون للزيارة فيزورون ويعودون إلى بلادهم. وتمت رسامة نيافة أنبا ميخائيل مطرانا لأسيوط بيد البابا يوساب الثاني في 25 أغسطس عام 1946. ومنذ بداية عصره وجه اهتمامه إلى تعمير دير السيدة العذراء بجبل أسيوط درونكا.
وفي 18 من أغسطس في عام 1960 تباركت أسيوط بزيارة قداسة البابا كيريلوس السادس لدير العذراء بجبل أسيوط، حيث بارك جميع الحاضرين. ويحكي نيافة أنبا موسى أسقف الشباب عن ذكرياته عن هذه الزيارة المباركة فيقول: سيدنا البابا كيريلوس كان زار أسيوط، فكان واقف مع الأنبا مخيل في بلكونة كده بتاع المبنى بتاع المطرانية، والجبل قدامه بيبص كده على الفراغ والاتساع بتاع منطقة العدرة درونكا. فواحد جنب البابا كيريلوس قاعد يقول سيدنا أنبا مخيل: بص يا سيدنا، الجبل ده رائع لو تبني فيه، هتبني مبنى كده ومبنى كده وكذا دور كده وكذا، وده يبقى لضيافة الناس اللي يجوا يزوروا الدير وياخدوا بركة من العدرة. هو نفس أنبا مخيل حكالي، قال لما ضغطت منه هو صابعه اللي عمال تعمل على الجبل كده، فاكر دي ايه؟ دي ملايين يعني. فقال لي: تصور ان كل حاجة شاور عليها الراجل ده اتبنت. وكان لابد للسماء أن تبارك هذا المكان المقدس، فكان الدير على موعد مع ظهور السيدة العذراء مريم بتجلياتها وأنوارها في عام 1968. وبنقول من زمان ومن سنة كام بنقول من وقت ظهور العذراء في الزيتون، ذلك الظهور الذي كان له صدى وكان له طنين ورنين والكل رآه وقعد مدة طويلة. عمل ايه الكلام ده؟ كان سنة 68 2 ابريل 68، واحنا نقول طيب واحنا يا رب ملناش نصيب في الحاجة دي؟ طيب ما احنا بنقول العذراء وصلتنا، يسوع كان عندنا. وسبتمبر ايام الشهداء والعيد في نفس السنة 1968 وفي النيروز، واذا باشراقات من الكنيسة المغارة للصليب فوق المنارة، والكل كان شافه، وفي كثيرين يذكروا هذا. يا ملك بارا نقيا زادها. وتوالت الأيام والسنون عبر الزمن، ودورة السيدة العذراء المبهجة للقلوب لم تنقطع أبدا. رب الجلال السلام لك يا مريم، يا شفيع للمؤمنين، في الخلائق أنت أعظم، أنت فخر العالمين. علمنا كيف ننشد ونعظم القدير، فهو الذي يشبع كل بائس فقير. السلام لك يا مريم، يا شفيع للمؤمنين، في الخلائق أنت أعظم، أنت فخر العالمين. علمنا كيف نصلي بين الشموع والبخور، كلمينا عن القناعة والرضا بقلب شكور. وفي مطلع الألفية الثالثة تحولت أنظار العالم أجمع إلى ظهورات وتجليات السيدة العذراء مريم فوق قباب ومنارات كنيسة القديس ماري مرقس الرسول بأسيوط.
حيث الأنوار المبهرة الأبهى من لمعان الشمس وأسراب الحمام المضيء. ومعجزات الشفاء التي توالت وصاحبت هذه الزهورات. وكان لدير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط درونكا نصيب من هذه الزهورات والتجليات المبهرة، بداية من 15 من أغسطس من عام 2001، حيث كانت الأنوار الروحانية تسطو على عشرات الآلاف من الناس. ما كانتش قلوبنا كلنا تهتز. البركات اللي حصل الأيام دي وفي نهاية القرن العشرين وبدء القرن الواحد وعشرين لم يحدث مثيل لها في التاريخ بهذه الكثرة والوفرة. من زمان بنقول عدرتنا وصلت لغاية عندنا، يبقى احنا دلوقتي نقول لا ده وصلت، وزي ما بنقول وأقامت وبقت النهاردة مقيمة عندكم على طول. أنوار تدل على أن السماء بتشرق علينا، لسنا بعد في حاجة إلى دليل نقول لا لا هنا أو هناك. في ناس يقولوا جاء وما جاش، جت السماء تختم وتؤيد بأنوارها المشرقة المبهرة التي ليس لها مثيل في تاريخ العالم كله. دير العذراء فوجئنا هنالك، أيوة في تجليات، ويوم 15 16 17 18 برضو ليلة التجلي، وإذا بأنوار تشرق في نهاية الموكب تماما الساعة 8 مساء. هذا علاوة على التجليات التي كانت تحدث في نصف الليل ويراها الناس. التجليات رأيناها فوق الجبل والكل شافها، إنما كان لها اتساع ومدى أوسع ورأوها الذين كانوا خارج الدير، هنالك في المنحدر وهنالك على الطريق العام، رأوا الأنوار تسيطر على قمة الجبل بأكمله. شكرا لإلهنا. وأول حاجة ظهر عليها الأنوار في هذا الدير شهر سبتمبر داخل كنيسة المغارة، وفوق أيضا كنيسة المغارة، وتجسمت العذراء في صورة نورانية. السنة تقبل سنة كام؟ سنة 68، ولعلنا أنت نقول لها الكلام ده من 63 سنة. جاءت السماء بطيب غزير وانتكاب بهي نازل من السماوات، ونقول من كنيسة القديس مرقس الرسول في أسيوط والبيت هنا رايح جاي يملا المكان بالأنوار والتجليات والبركات. وهو ما ذكره قداسة البابا شنودة الثالث في العددين 29 و30 من مجلة الكرازة من عام 2001 تحت عنوان الظواهر الروحية في جبل درونكا بأسيوط، قائلا كل عام يزور دير السيدة العذراء بجبل درونكا بأسيوط عشرات الآلاف أثناء فترة صوم السيدة العذراء، وهي فترة الاحتفالات بالدير. ومن يوم الأربعاء 15 من أغسطس بدأت الظواهر الروحية الأنوار المبهرة في دير درونكا، ووصلت قمتها يوم السبت 18 من أغسطس خلال هذه الأربعة أيام. وكان يزور الدير كل يوم حوالي من 30 إلى 40 ألفا. وبعد الظواهر ازداد الزوار جدا، وقال شهود العيان كان يظهر نور سماوي شديد وواضح جدا أثناء دورة السيدة العذراء من حوالي 7:30 وحتى 8:30،
وتسطع الأنوار بطريقة مبهرة تمس الكيان كله بروحانية عجيبة على صورة السيدة العذراء حاملة للطفل يسوع أثناء مرور موكب الدورة، كما تسطع أنوار روحانية على عشرات الآلاف من الناس. وبعد الدورة يلقي نيافة أنبا ميخائيل كلمة على جموع الشعب، وعندما يرفع الصليب ليبارك الجموع يسطع النور السماوي من الصليب وبوضوح على عشرات الآلاف، ويرفع الصليب مرة أخرى لينبثق النور ثانية ليغطي ويبارك جموع الناس. وقيل أيضا كانت تظهر أنوار سماوية عند المدخل الصخري لمغارة دير العذراء، وأيضا على الجدار الصخري المقابل لكنيسة المغارة، وعلى صورة العذراء أثناء مرور موكب العذراء في الاحتفال اليومي. ثم خفتت الأنوار بعد عيد التجلي. يا جموع الشعب هيا أنشدوا لحن السلام للأم دائمة البتولية، وطوبوها على الدوام. السلام لك يا مريم يا شفيع للمؤمنين. في اليوم 23 من نوفمبر من عام 2014 غربت شمس نيافة أنبا ميخائيل عن أرضنا لترحل إلى وطنه السماوي، وكانت وصيته أن يدفن في المكان الذي أحبه وعمل على تعميره طوال عمره، وهو دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي درونكا. ندعوك يا يؤنس أسقفا على المدينة المحبة للمسيح أسيوط. لكن السماء أبت أن تتركنا في الحزن بدعوة نيافة أنبا يؤنس أسقفا على أسيوط وتوابعها في 23 من مايو من عام 2015، وتم تجليسه في 30 من مايو من نفس العام. وكان دير السيدة العذراء بجبل أسيوط درونكا على موعد لاستكمال مسيرة التعمير بيد نيافة أنبا يؤنس الذي اهتم بالدير وأولاه عناية خاصة. تباركت أسيوط بزيارة قداسة البابا كيريلوس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث، تباركت أيضا بزيارة قداسة البابا توادروس الثاني الذي زار دير العذراء بجبل أسيوط درونكا لحضور احتفال مئوية مدارس الأحد. إنه يوم عظيم جدا في تاريخ إبرشية أسيوط، ويوم عظيم جدا في تاريخ الدير. أنا لسه كنت بقول لقداسة البابا، المبنى القديم اللي جنب المبنى اللي أنا ساكن فيه زاره البابا كيريلوس وبات فيه ليلة، فسميناه مبنى البابا كيريلوس. وحيث إن قداسة البابا توادروس النهاردة هيبات ويبارك في المبنى التاني اللي أنا قاعد فيه، فهنسميه مبنى البابا توادروس. وتم
تم افتتاح المغارة بيد نيافة أنبا يؤنس بعد التجديدات مع الحفاظ على الطابع الأثري لها، وذلك في أول أغسطس من عام 2021 بحضور 15 من الآباء المطارنة والأساقفة. الدائرة الآن 120 من المكرسات اللائي يتمتعن بحياة الشركة. هذا هو المكان الذي سيظل خالدا على مر القرون والأزمان، تبارك بزيارة العائلة المقدسة وزهورات أم النور العذراء. فهو دير العذراء مريم فوق جبل أسيوط درونكا، مدينة من السماء.